انتقادات تلاحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوش من جهة، وانشقاقات في صفوفها من جهة أخرى. القيادي في النهضة عبد الرزاق حسين يستقيل من الحركة احتجاجا على سياسة الغنوش وتفرده بالقرار. حسين أرجع قراره إلى توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس والسعي إلى التوريث، منتقدا ما اعتبره تضخم الأنا لدى الغنوشي. تفرد وطموحات مرفوضة داخليا، وهو ما حرك قبل أسابيع مياه النهضة الآسنة ودفع بأعضاء لمطالبة الغنوشي بالتنحي قبل نهاية العام، الأمر الذي تنصل منه الغنوشي بدعوى أن الظروف في البلاد لا تسمح. ثمة أزمة ثقة شعبية وبرلمانية تعصف بالغنوشي، ودعوات باستقالته من رئاسة البرلمان، دعوات ذهبت إلى محاسبته على ما اعتبر تجاوزا على الصلاحيات الدستورية للرئاسة التونسية إثر تصريحات له حول ليبيا وموقفه المؤيد لحكومة الوفاق.